فذ فأرا بهذه المقاربة يمكن توصيف حال أطول مجلس نواب في تاريخ اليمن، 8 سنوات من الحضور الكرتوني لنواب معظمهم لا يجيدون سوى هز الرؤوس وتنفيذ الأوامر التي جلبت الويل لكل أبناء الشعب الذين يزعمون تمثيله. آخر تلك الأوامر كانت قرار المجلس بطلب حكومة الوفاق الوطني لإطلاعهم على إنجازاتها خلال الشهرين الماضيين، وهي سابقة لم يشهدها المجلس الذي لم يطلع على أي إنجاز منذ انتخابه عام 2003. لأول مرة في تاريخ اليمن السياسي يطلب البرلمان من حكومة عمرها شهرين فقط تقديم تقرير عن أدائها خلال 8 أسابيع. تفعيل الرقابة التشريعي شيء مطلوب، لكن تجييرها خبث سياسي غير مقبول، خصوصا حينما يساء استخدام حق المساءلة من شركاء الوفاق. وبثقة ملحوظة استجابت حكومة الوفاق لدعوة البرلمان، وبكل بساطة حضر رئيس الحكومة ووزراؤه إلى مجلس النواب في مشهد مريح تفاصيله تزيل بعض مخاوف الانشقاق بين رجال التوافق. تحت القبة ثمة تحركات تثير الريبة في صدق دعوة المساءلة ومصادرها، مشاهد تجعل الأمر وكأنه محاولة للإحراج، خطوة للاستفزاز. الراعي عيل صبره، لم يجد صراخه ولا تهديده برفع الجلسة قبل بدئها، وراح بين فينة وأخرى يوسع المنصة ضربا بمطرقته. الموقف بدا وكأنه مسرحية أو فرصة لتوجيه رسالة ما. اتهم باسندوة والمواقع الأخبارية بأن هناك صفقة تمت بين الحكومة ممثلة برئيس الوزراء وإحدى الشركات بمبلغ 27 مليار على أن تقوم الشركة بتمويل المحطات الكهربائية دون إعلان مناقصة. وقوطع خطابه أكثر من 5 مرات. والتوجه نحو توظيف كافة، حتى المخربون وصلت رسالتهم متزامنة مع ما يجري داخل المجلس الذي بدا جليا عدم اهتمام بعض نوابه بما ستقوله الحكومة. أصحاب الدعوة نواب الشعب كما يعتبرون أنفسهم أفرغوا الجلسة من هدفها، وجعلوا من مبدأ المساءلة شماعة لإضاعة الوقت. راح رجال التوافق يتلون معلومات مهمة عن خدمات هامة قاموا بها كل في حدود إمكاناته، خصوصا على الصعيد الأمني، لكن للأسف قليل ما هم المنصتون. أدوار موزعة سلفا تشكك في صدق نوايا البعض تجاه الشعب الصابر المتسامح، غوائيون للتشويش وآخرون لاستدراج الوزراء لأحاديث هامشية حتى لخارج القاعة. مشهد ناقش المعد والمخرج رتوشه على منصة الرئاسة. لأول مرة في سابقة خطيرة أنه يطلب من الحكومة أن تقدم تقرير ما أنجزته خلال شهرين من منحة ثقة أو 3 أشهر، وهو غير صحيح. كان المفترض أن تحدد طلبات معينة، ولكن يبدو أنه كان الهدف لدى البعض هو عملية الإثارة وتسجيل مواقف ليس إلا. ما يمر عليهم إلا 3 أشهر، أتمنى أنهم يركزوا على هذه، سنكون معهم في هذا. تحت قبة البرلمان ينبغي أن تسقط كل الحسابات في حضرة الوطن الموجوع والشعب المطحون، ويتعين على تجار الأزمات أن يدركوا معنى أن يختم أحدهم عمره السياسي والتشريعي بعمل صالح تذكره له الأجيال. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة